اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل ثأرنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا دعاؤنا، اللهم هذا دعاؤنا، اللهم هذا دعاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار ومن عاينه وساعده وأيده، اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بروسا يا أرحم الراحمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا فيهم عجائب، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم عليك ببشار، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادرهم منهم بعدا. اللهم إنهم سفكوا الدماء وأحرقوا البلاد، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبدك وابن عبدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتك. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وقوت فأثره إلى يوم الدين.